عايزة أسألك سؤال. اتفضل. محمد صلاح هرب كم مرة من المشاركة مع منتخب بلده؟ يعني هو الموقف اللي حصل بتاع كأس الأمم الأفريقية الأخير ده، ده هروب ولا إصابة؟ أيا كان أنا بقول مش إصابة، وهفضل دايما أقولها مش إصابة. طب اديني دليل. الماتش ما فيهوش اي سبرنت ولا فيه اي حركه ولا فيه تحركات، على فكره دي مش تقلل منه. طب وهو راح لعب مع ليفربول؟ هو ليه انتوا ليه دايما موصلين ناس؟ هو راح لعب مع ليفربول لما رجع. ما ينفعش يروح يلعب، ما ينفعش يبقى دلوقتي مصاب وتعالوا يروح يلعب مثلا قدام ارسنال قدام تشيلسي. هو محمد صلاح محتاج ان هو يضحك علينا او يضحك على العالم؟ والله انا بتكلم كلاعب كوره، الاصابه ما فيهاش اصابه. يعني هيضحك على بتوع ليفربول كمان؟ لا مش هيضحك على ليفربول ده. تعالي بص على تصريحات يورجن كلوب قبل المباراه قبل البطوله. واحد بيتمنى ان المنتخب مصر يخرج عشان خاطر محمد صلاح. احنا قلنا قبل البطوله، هي احنا بنتكلم على موقف حصل. محمد صلاح اتصاب على فكره، الناس انت سميته هروب ليه؟ واحد كابتن كابتن منتخب مصر بيسيب المعسكر ويمشي، نقول ايه؟ برافو من لوحده كده يعني. ما عندناش جهاز طبي. طب عايز اسالك سؤال يا ابراهيم. اتفضل. هل جهاز ليفربول الطبي ممكن يكذب؟ شخص غلط. شخص غلط زي ما انت بتتكلم كده. لا 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 لا، قلتني عشان ما سمعتش. شخص غلط الجهاز الطبي بتاع ليفربول. طيب ايه المشكله يعني؟ شخص غلط، هو ده اللي وصل. وانت بقى اللي بتشخص. انا ماليش دخل، انا مش دكتور، انا مش دكتور والله. مش انت انا بقول، انا بقول بوجهه نظري الشخصيه. ناس تتفق تختلف، يبقى بقول اللي حصل في ماتش بتاع ماتش كان. هو العلم الصراحه اللي حصل وجهه نظر. وانا مش لعيب كوره، ما انا اتعاملت مع الدكاتره وتعاملت مع الناس وتعاملت مع اكبر الدكاتره على فكره. قولي تاني عايز ايه. انت نرجسي. والله ولا نرجسي من نفسي وحقود والله العظيم ابدا. طب معلش ممكن بس نفسي ليه هلعب؟ هو بيلعب مكاني. طب اوريك الفيديو. لا ثواني بس، بيلعب مكاني قبل ما تروح الفيديو. مين اللي هرب؟ ماشي، ما انت، ما انا اللي قايلها على فكره، ما انا اللي قلت على فكره. طب عايزه نزل له الفيديو. طب ما انا اللي قايل على فكره. وحد راح قال في 2006 انت مسكت رجلك عشان ماتش اجيب. يعني ايوه، انا اللي انا قايل لكابتن حسن شحاته قبلها بثلاث ايام. لا بجد والله. انا بس انا قايل لهم قبليها، والله حاسس ان في ضربات جزاء. انا الحمد لله عامل بطوله حلوه وجميل والناس بتشجعني. خلي الناس تقلب عليا ليه؟ هتلاقي الناس دي كلها بتنزل تجري ورايا. طب ليه البهدله؟ فقلت الكابتن حسن قلت له لو سمحت لو وصلنا لضربات الجزاء ايه طلعني طيرني. قال لك بقى ايه؟ ابراهيم مش واخد باله. فببص اخر بقى، طبعا انا متابع عمال اعد في التغييرات. فلقيت كابتن حسن بينزل عبد الحليم، فببص لقيت اليافطه ايه؟ مش الرقم بتاعي. قلت له بس ستوب. هو قاعد يا عم، الناس دي هتنزل طلع الاهلي كده. 2006 انت مسكت رجلك عشان ماتش اجدب. ايوه انا اللي بصراحه انا قايل لكابتن حسن شحاته قبلها بثلاث ايام. لا بجد والله. انا بس انا قايل لهم قبليها، انا كنت والله حاسس ان في ضربات جزاء. انا الحمد لله عامل بطوله حلوه وجميل والناس بتشجعني. خلي الناس تقلب عليا ليه؟ هتلاقي الناس دي كلها بتنزل تجري ورايا. طب ليه البهدله؟ فقلت الكابتن حسن قلت له لو سمحت لو وصلنا لضربات الجزاء ايه؟ طلعني طيرني. قال لك بقى ايه؟ ابراهيم مش واخد باله. فببص اخر بقى، طبعا انا متابع عمال اعد في التغييرات. فلقيت كابتن حسن بينزل عبد الحليم، فببص لقيت اليافطه ايه؟ مش الرقم بتاعي. قلت له بس ستوب. هو بتاعي قاعد يا عم، الناس دي هتنزل طلع الاهلي. فمش كده كده احنا قلنا تقييمه في الملعب، انما تصرفات يعني هتودي في حته ثانيه. الحمد لله عامل بطوله كويسه، وانا فعلا في الوقت ده انا مش مهيئ ان انا العب، رغم الحمد لله على مدار تاريخي. ايه المشكله؟ ما انا اللي قايل. طب محللها على نفسك. هو انتوا جبتوا ازاي؟ اعتبر انه محمد صلاح عمل كده قصد. محللها على نفسك ليه ومحرمها على غيرك؟ ايوه عشان هو المواقف دي مش انت عملت كده وهربت. ما ايه الاصابه؟ الاصابه ايه؟ الاصابه ايه؟ ما الاصابات دي عشان واحد يجي له خلفيه او يجي له شد او يجي له مز، ليها كذا حاجه. السبرنتات ما سخنش كويس، في فنتات حصلت. اما الموقف اللي حصل مع محمد صلاح، وانا ما زلت مصمم على رايي على فكره مش هيتغير. الموقف اللي حصل في المباراه ملوش علاقه ولا يداعي ولا يجيب له اصابه. دي وجهه نظري بس. والموقف هو اللي حصل، هو اللعب والاصابه والعلم والطب فيها وجهات نظر. انا بتكلم كلاعب، انا مش دكتور، بس انا بقول لك يبقى كلامك ليس مبني على علم.
انا لا انا كلاعب جوه الملعب. انت كده في دماغك انت قاعد مع هو جوه الملعب تشخص. مش فاهم هو محمد صلاح طلع و لا ده تلاقيه ما اتصابش عشان اطلع بترند عشان بقى. الرياكشن بتاعه هو يا جماعه محمد الرياكشن... صلاح ما اتصابش ده بيكذب. الرياكشن بتاعه هو خارج باين ان هو ما فيش اصابه والحديث ما بينه وما بين زمايله باين ان ما فيش اصابه. لازم يستموت يعني ويخمن الموقف اللي بقى سواء الموقف اللي خرج بعد المباراه والتحركات بتاعته والتنطيط بتاعته ما عندوش اصابه. انا بقولها ثواني بس عشان اتحاد الكره بتاع الكره ثواني بقى انت حضرتك بتاع الكوره. طب انت بتاع الكوره. انا بتاع كوره وبتقول كلام غلط. لا ما انت عرفت منين ان هو كلام غلط؟ انت عارف يعني عارف اصابه الخلفيه دي علشان انا قاريه كويس جدا. انت عارفه اصابه الخلفيه الاجهزه الطبيه قالت ايه يا ابراهيم؟ انت عارفه اصابه الخلفيه دي عامله ازاي؟ الاجهزه الطبيه في منتخب مصر قالت ايه؟ كانت متضاربه. الكلام كان متضارب مره شد خفيف مره تقل مره مش عارف مزق. طب ممكن اقول لك سنتي. حاجه انت عارفه مزق 2 سم؟ ثواني بقى اصبري بقى اديني فرصه. عارفه مزق 2 سم ايه اللي يحصل؟ شفت بعد ما خرج من المباراه شفت التنطيط اللي كان بيتنططه ده؟ استحاله ان واحد يكون عنده مزق وشد بالحركات اللي يعملها ويقف ويتنطط ويثني رجليه ويقوم يقف ويقعد يقرفص كده زي ما بيتقال كده. انت عارف كم ثواني؟ لا اديني فرصه بعد اذن حضرتك. اللي هو يقعد كده استحاله تكون شد ابدا استحاله. وتحدى اي دكتور في العالم ان يقول ده كان طيب شد او مش او مش انت بتاع كوره وفاهم كل حاجه. انا بقول لك طب رد على السؤال. انا بقول لك انت عارفه لو شد ده ايه؟ خلاص سمعت. انت لو خلاص جالك شد خلاص مع احترامي مش هتعرفي تقومي. وصلتني وهمشي معاك للاخر. محمد صلاح غاب كام ماتش عن ليفربول بعد الموقف ده؟ تعرف؟ ما تابعتش خلاص. انا كان اخري كان كاس الامم. انا اقول لك حوالي اربعه او خمسه. انا اقول لك لا على ما اعتقد 7 ماتشات. ماشي ما هو لعب ماتش. لعب ماتش بعد عايزه انا اسالك مش انا اديتك فرصه تتكلم. اول مشاركه ما تغلوش عليا يا ابراهيم. 7 ماتشات تمام. الماتش يساوي كام؟ هو مش تفرق مع محمد صلاح ما يفرقش مع ليفربول. مش فارق عنده مش نجمهم. عنده لعيبه كويسه جدا الهداف بتاعهم. بس مش هيخسروا محمد صلاح 7 ماتشات. مش هيخسروا صلاح ده عشان ايه يعني؟ مش هيخسروا صلاح كتسويق ومن عشان ناحية عشان ومن ايه يعني؟ من نواحي كتيره جدا من ناحيه تسويقيه ومن ناحيه اعلاميه ومن ناحيه جماهيريه. في حاجات كتيره جدا بيتعاملوا فيها بره الكلام اللي احنا بنتعامل بيه بالحب اللي احنا بنتعامل بيه. الناس دي دماغها من الاخر دماغ بتاع البيزنس. لحد امتى يا ابراهيم هنفضل انه احنا نهد في رموزنا؟ انا ما هديتش يا جماعه. انتوا ليه انا هد ليه؟ ما انا بقول لك هو مش لما تشكك فيه كبني ادم انه رمز للناس ان هو يعني غير هو صادق. معلش هو الرمز ده فخر العرب. غير صادق فخر العرب وفخر الدنيا وفخر مصر كلها. محدش هو ده مش يسيء لي ليه ده كوره. لا يسالك ايه بس معلش مع احترامي. طب بص يا ابراهيم هقول لك حاجه. طب ممكن اتكلم حضرتك بس حاجه؟ خلينا نتكلم كده الموضوع ايه يعني عشان يبقى واضح للناس شويه. اتفضل. اهدوا ليه وليه وعشان ايه؟ كلامك اللي انت قلته ليه وعشان ايه؟ عايز ترند. عايز بقول لك انا مش محتاج ترند. لا 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 محتاج والله اكتر واكتر. ليه محتاج وأكتر. شهره؟ محتاج شهرة والله ولا محتاج شهرة. انا الحمد لله انا يعني انت مش قلت ان الصحافه الانجليزيه عرفت بس انت كده اصبت الهدف اللي انت كنت عايزه. بصفتي اعلاميه. طب على فكره ما لو انا مش انت اسمي محتاج تقول ان انت موجود. انت محتاج تقول ان انت موجود. ما انا لو اسمي مش قوي مش هيروح يسمع في انجلترا وفي دكاتره ترد عليا والناس تتكلم والصحافه والسي ان ان والناس دي تتكلم. اهو ده في اعلاميين كتير. ليه؟ ما ده حقي.